مودّع النهارده شخص مصري أصيل عبر عن هذا الوطن وعبر عن هموم المواطن المصري وقدر ازاي يوصل رسالة للمواطن المصري البسيط، المواطن المصري المطحون، المواطن المصري اللي عانى، وبعد كده المواطن المصري اللي فعلا استفاد بالثورة وتعلم يعني فعلا كان مصري أصيل ودخل كل بيت ودخل كل وجدان المواطن المصري. وبعدين يعني أنا فنان حمدي أحمد كانت يعني تربطني بيه علاقة، وكنت عارف قد إيه معزته للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإزاي هو كان بيعتبره مثل أعلى مثل أعلى في حياته. فإحنا النهاردة بنودع الفنان الراحل حمدي أحمد وبنقول لأولاده وأسرته البقاء لله وبنعزيهم ونشكرهم أحسنهم، وبنقول له إن الفنان حمدي أحمد هيفضل خالد بأعماله اللي هتفضل علامة مميزة في السينما المصرية. شكرا. اتفضل يا ابن الزعيم.